لا أدري لماذا ترفض اقتحام الخندق يا خالد. نحن نحاصر المسلمين من كل جانب، وبإمكاننا اقتحام الخندق والدخول إلى يثرب والقضاء على محمد. نحتاج إلى المزيد من التريث يا أبا سفيان، فنحن لا ندري ماذا يخبئ لنا محمد وأتباعه خلف هذا الخندق. فمن يفكر في بناء خندق للاحتماء به على غير ما اعتاد العرب يجعلنا نتريث في مواجهته، خشية أن يفاجئنا بأمر آخر لا نعلم عنه شيئا. ولكن الجميع قد أصابهم الضجر من عدم الإقدام على فعل أي شيء حتى الآن. سننتظر قليلا ثم نخترق الخندق ونحاصر منزل محمد، فبالقضاء عليه ينتهي كل شيء. فقط علينا أن نختار اللحظة المناسبة، وربما استسلم المسلمون قبلها من شدة الجوع والعطش والحصار المضروب عليهم.